شوفوا معنا. يعني انت ممكن تيجي مثلا لعم من عوام الشيعة دلوقتي بيتعاطى ولا حول ولا قوة الا بالله الهيروين، فتقول له ما هذا؟ هل هذا يجوز؟ هذا حرام وهذا مضر. يقول لك لقد قال السيد الخوئي على ما اتذكر في الزيارة الكبيرة، قال السيد الخوئي بجواز زراعة الهيروين، وانا انا مقلد للسيد الخوئي. خلاص لن يفكر بقى، اصبح ان هو ليه مقلد، هيقوم قايل لك ايه؟ خلاص انا بقلد فلان اللي قال بجواز زراعة الهيروين. اولا لا يوجد كتاب للسيد الخوئي اسمه الزيارة الكبيرة، فهذه من تخرصاته الكثيرة التي لا تنتهي. ثانيا هذا الشخص بتر كلام السيد الخوئي رحمه الله وحرف معناه تماما. إذا رجعنا إلى كتاب صراط النجاة للسيد الخوئي راح نعرف المسألة بشكل واضح. صراط النجاة الجزء الثاني صفحة 405، سؤال: هل تجوز زراعة الترياق والهيروين وبيعهما خصوصا مع فرض إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد؟ الآن كلام السيد الخوي: لا مانع من ذلك في حد نفسه، هني تحت خط، ما لم يترتب عليه مفسدة. كلام السيد الخوي جدا واضح. أولا هل ممكن ينتفع من زراعة الهيروين؟ الجواب نعم، ممكن في أمور طبية، أغراض طبية ينتفع منه. الأمر الثاني، إذا ترتب مفسدة على هذا الأمر هل يجوز؟ الجواب لا. هذا الشخص بتر وحرف كلام السيد الخوئي أشد تحريف. ونقول لهذا الجاهل الذي لا يعرف ما في كتبه، يقول إمامكم النووي في كتابه تهذيب الأسماء صفحة 11: أفن الأفيون بفتح الهمزة وإسكان الفاء إلى أن يقول: وهو من العقاقير التي تقتل ويصح بيعه لأنه ينتفع به. الآن تبين كذب هذا الشخص على السيد الخوئي رحمة الله عليه، وتبين بنفس الوقت جهله في كتبه. خلونا نشوف.